مشكلتنا الآن نحن مع كثير ممن يقول لا إله إلا الله ولا يفهم معناها، أي لا معبود بحق إلا الله، أننا يتهمنا أننا نقول أنه لا يؤمن بتوحيد الربوبية. لا يا أخي، أنت تؤمن بتوحيد الربوبية لكنك لا تؤمن بتوحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية آمن به أبو جهل وأبو لهب، وآمنوا به الذين في عهد محمد عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول في القرآن بآية صريحة، يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض إيش يقولون؟ لا يقولون الله. إذن آمنوا أن الله هو الخالق. بل أن لما أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين، لما أنكر عليهم دعاء الأصنام، ما قالوا نحن نعتقد أن هؤلاء آلهة يضرون وينفعون، لا، قالوا ما نعبدهم أي ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي اتخذوهم وسيلة واسطة. فحاربهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا مسألة، يأتيك إنسان جاهل يقول لك طيب يا أخي هؤلاء اتخذوا أحجار وأصنام ونحن لا، أولياء الصالحين، ما الفرق؟ طيب الولي في قبره لا يملك والصنم لا يملك، فاستوى القبر بالصنم اللي حول الكعبة، أنهم لا يملكون. لذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنت اتخذت ما اتخذ أبو جهل نفس الطريقة، أنك أنت إذا وجدت إنسان عند قبة الآن، أو عند سواء قبر سيدي وحبيبي محمد عليه الصلاة والسلام أو غيره من الصالحين، لما تنكر عليه أن لا يدعوهم يقول لك أنا يا أخي ما أعتقد فيهم النفع والضر. يا أخي قال بهذا الكلام أبو جهل وأبو لهب، أبو جهل وأبو لهب قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا. ثم يأتيك يقول لك يا أخي هؤلاء أصنام. يا أخي أبو جهل وأبو لهب كانوا يعتقدون أن هؤلاء تصاوير الصالحين وأرواح الصالحين إنها توصلهم إلى الله. لما تأتي عند إنسان الآن عند قبر يقول لك يا أخي أنا ما أعتقد أن صاحب القبر إنما الروح. طيب الروح علم غيبي. نفس المشكلة. فالإشكالية أنهم وقعوا ما وقعوا فيه أبو جهل وأبو لهب، ويظنون أن لا إله إلا الله تنجيهم. ما تنجيك لا إله إلا الله إلا إذا اعتقدت بمعنى لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله. العجب يا أخ زين والسامعين الأحبة، أننا والله نشفق عليهم، والله نحب نحب أن يكونوا مع نبيهم في الجنة. ولا والله هم، ولو تسمح لي سأعطيك بس دقيقة تمهيد. أنا قابلت كثير من هؤلاء بدون ذكر أسماء، ممن يقولون يا بدوي وممن يقولون يا علي، ويلحق بهم من يقول يا عيسى. كل هؤلاء جعلوا بيننا الدعاة الذين هم على أبواب النار، جعلوا بيننا وبين هؤلاء العوام الذين نحن مشفقين عليهم حواجز. ما هي الحواجز؟ أتوا عند النصارى وقالوا هؤلاء يكرهون عيسى. يا أخي نحن نعتقد أن عيسى أفضل من أبو بكر، ونحب عيسى أفضل من أبو بكر. عندنا الأنبياء درجة عظيمة، ولا نرضى لأحد أن يسيء لعيسى عليه السلام. محبة عيسى إيمان وبغض عيسى كفر. فلما تتهمون أننا نكره عيسى؟ بالعكس، عيسى نبينا، الإيمان به من كمال الإيمان. فرسموا عند النصارى أننا نبغض عيسى لأجل عوام النصارى يستحوذون عليه. ثم الشيطان هذا الذي أضل النصارى واليهود هو نفسه الشيطان الذي أضل هؤلاء، رسم عند هؤلاء القوم أننا نكره أهل البيت. ما قال لك أننا نكره علي؟ يا أخي أنا أخوي اسمه علي، وابني اسمه حمزة، ونص أهل بيتي علي وحمزة وفاطمة. من قال لك أنا نكره أهل البيت؟ اسمع مني، خذ العقيدة مني، لا تأخذها من هذه المنابر. ورسموا، والشق الآخر يقولون يا بدوي يا جيلاني يا رفاعي، رسموا لدى عوامهم أننا وهابية وأننا مجسمة وأننا أسماء غريبة حشوية ونابتة. من قال لكم ذلك؟ نحن نحب النبي أشد من أنفسنا، ونحب آل البيت، ونحب الصحابة، ونحب الصالحين، ونحب الأولياء. فلماذا تضعون بيننا وبين أتباعكم الحواجز؟ لأننا أهل دليل، لأننا نقول قال الله قال رسول الله، جعلتمونا أعداء لمن نحبهم ونتقرب إلى الله بمحبتهم. وهذا الذين يقولون ذبها في رأس عالم بالعراقي، يعني ذبها في رأس عالم مخرج منها سالم، والله لن تسلم، لا أنت ولا عالمك ولا شيخ. لأن الله تعالى أمرنا أن نتبع الدليل، ما نتبع الرجال. لو كان أمرنا باتباع الرجال، في أناس كانوا في عهد النبي ارتدوا على الإسلام، سيأتي أمة يقول نحن نتبع اللي ارتد. مو بحجة هذا، نحن نتبع من ثبت ومن بقي على ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام. نحن لسنا نأخذ ديننا من الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، ولا بإبن تيمية. هؤلاء رجال أوصلوا لنا النص بالكتاب والسنة فاتبعناهم. لو أن محمد عبد الوهاب خالف الكتاب والسنة ما سمعنا له، ولا ابن تيمية رحمة الله عليه.
لكننا أهل دليل لما نقول لك نحن على منهج السلف، نقول أي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. والله يا شيخ زيد لو تأتي عند هؤلاء العوام، تجلس مع واحد من هؤلاء واحد من هؤلاء، تقول له هل أبو بكر عمر عثمان علي الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا مما تفعلونه الآن؟ يقول لك لا. طيب ليش تفعلونه؟ يبدأ ينظر، ونحن نعمل هذا الخير وهذا، من قال لك أن هذا خير؟ فهمت؟ ما خرجنا من الموضوع، لكن أنا أقصد أن الحواجز التي وضعت لأجل ألا نقنع هؤلاء العوام بصريح كتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام، فيبدأ يقولون أننا يبغضونهم فينا. تخيل مرة كنت واقف في إحدى الأماكن اللي أتى فيها هؤلاء القوم، فجتني حجة من العراق، والعراق والله نحب العراق، عراقنا يقول عنه الفاروق نجمة العرب وعراقنا منهم المثنى. فأتتني حجة فبدأت أكلمها على محبتي لآل البيت ومحبتي لعلي للحسين. فتدري إيش قالت لي؟ قالت أنت سني ولا كذا؟ قلت لا سني. قالت طيب هم بيقولون أنكم ما تحبون آل البيت. قلت من قال لك؟ ليش ترعي سمعك لمن يكذب علينا؟ ليش ترعي سمعك لمن تكذب علينا؟ نحن نحب علي، نحب الحسين، نحب جعفر، نحب فاطمة، نحب زينب، هؤلاء أهلنا، هؤلاء ساداتنا في الجزيرة العربية. هنا ما مثل وما قتل آل البيت، أين قتلوا آل البيت؟ قتلوا في الدار التي تأتي منها التهمة الآن، نسأل الله السلامة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخرج على المنابر أناس يقولوا هؤلاء الوهابية محمد مات مات مات، نحن الذي نقول محمد مات مات، ولا أبو بكر الذي قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، نحن الذين نقول ذلك، ولا صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام، والآخر يقول هؤلاء بينه وبين النبي قضية. من قال لك بيننا وبين سيد الأولين والآخرين قضية؟ نحب نبينا أهل من أهل صالح. في من قال بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة، أحدهم قال ذلك. هو ليش يقول هالكلام؟ هو يقول هالكلام حتى العامي إذا ما يسمع لك ينظر لك وحش متوحش. يعني أنا أذكر جاني واحد تكلمت معاه، تدري إيش قال لي؟ قال ينطيني الأمان. قلت كيف أنطيك الأمان؟ أنطيك الأمام أمان، رأيتني مع السلاح. بالعكس أنا أريدك أن تكون مع محمد آل بيته في الجنة. قال لا، هم يقولون أنكم تقتلون وتقطعون. قلت لا إله إلا الله. تأتي إلى مكة والمدينة وتضع زوجتك في الفندق وتذهب إلى الحرم، تجد خدمة، تجد رعاية، تجد أمن وأمان، أي أحد سيعاونك في المكان، تفعل بعض معتقداتك التي نعترض عليها وما نزجرك. ليس رضا بهذا المعتقد، إنما لأجل أن تكون معنا في الركب مع محمد وآل بيته والصحابة، ثم تتهمنا أننا نريد نقتلك. أذكر مرة أتاني أحد الإخوة الأفارقة متأثر بالعقيدة التيجانية أتوقع، وأنا واقف فقلت له أنا زرك ما زار حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، وما أقول لك قال محمد بن عبد الوهاب بن تيمية، قال الرسول في صحيح مسلم أنه لما زار مقبرة الشهداء أحد كان يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. تدري إيش قال؟ رد علي بماذا؟ دليل أن في حقد مزروع في قلبه من 50 سنة أو أكثر، هو كبير في السن، مباشرة قال لي أنت وهابي، بدأ يشتمني، أنت وهابي كذا كذا كذا، شتمني شتيمة سيئة وأنا ما أريد، لكنني والله نظرت في وجهه وضحكت وقلت الله المستعان، إذا ما أذينا في سبيل الله وتقربنا بهذا الأذى، وإذا ما كان ديدن الدعاء أنهم يفرحون إذا أوذوا في سبيل الله، لأن الله تعالى يعطي من أوذي في سبيل الله الأجر العظيم. فقلت له أنا أسأل الله أن يهديك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا سامحتك وأنا ما أردت إلا أن تكون مع محمد عليه الصلاة والسلام. تخيل صعد إلى مكان مرتفع في الموقع وعاد إلي وبدأ يعتذر ويقول أنا آسف أنا كذا كذا كذا. ليش؟ طيب ليش تحكم علي؟ تعال اسألني عن عقيدتي. أقول لك أنا ما لا 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 أقول بأن الله جسم، ولا أقول أن الله يشبهنا في أي شيء، ليس كمثله شيء، ولا أقول أن الله تعالى في كل مكان كما يقول البعض، إنما هو كما ذكر على نفسه أنه مستغل، أنه فوق السماء سبحانه، غني عن مخلوقاته، غني عن الكرسي، غني عن ما يحيط به سبحانه، هو محيط بمخلوقاته لا هي تحيط به. قالوا أننا مجسمة وهابية ونابتة وحشوية، وهؤلاء نواصب وهابية. ليش هذه التهم؟ لأننا نريدكم أن تقولوا يا الله، لأننا نريدكم أن تكونوا مع محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته والصحابة، ليش تتهمونا؟ ليش ترمونا بهذه التهم؟ نسأل الله الاستعانة. فمسألة لا إله إلا الله، يأتيك إنسان يقول كلنا أهل قبلة واحدة. يا أخي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حرب المرتدين قاتلوا المرتدين لأنهم فرقوا ما بين الصلاة والزكاة، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله،
لكنهم خالفوا ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام. هل الصحابة نقول عنهم ما قيل عنا الآن؟ أجب،